نحن مع الدكتور بشار إلى الممات، ومع الدكتور بشار حتى نموت، ضد أي فاسد من الحكومة، ضد الفاسدين بالحكومة، منا مع الحكومة الفاسدة، مننقض الحكومة الفاسدة. أما يترجم الكلام لشيء آخر فهذا عار وعيب. اللي بيعرفني بيعرفني انه انا بعمري ما كنت داير على شهرة، وطول عمري بمساعدة المواطن، وطول عمري جنبا الى جنب متمثلا باخلاقيات سيد الوطن، وبعيد كل البعد عن النفاق وعن وضد الظلم وضد الاستبداد. انا امبارح شفت من خلال مشفى العثمان في قدامه كولبا، هالكولبا فيها ناس واقفين، شي 300-400 شخص واقفين دورهم على ربطة الخبز. فأنا توجهت في كلمة لمدير التومين، لوزير التومين، ولوزير الحكومة بالذات، لرئيس الحكومة بالذات، إنه هذا شعب مغنم، هذا شعب مغنم لتحطوه تحت الشمس لتحطوه كذا. المنظر العالم صلى 4 ساعات واقفي هم الزقزقانية عم بيستنوا الخبز، شايفين هالمنظر تحت أشعة الشمس. يا سيادة وزير، هدول مواطنين ما انغنم، بس بتمنى انه تعتبروا هالمواطنين اغنام، حيوانات معلش، بس على الاقل قوة من الشمس، لا كهرباء لا محروقات، لا يعني لقيمت رح تضل هيك استهتاركم في المواطن، وليش شو السبب؟ وليش يعني عم تنتقموا؟ عم تكرهوا العالم بالرئيس بشار؟ نحن في سوريا اللي بيقرأ السياسة بيعرف انه نحن قربنا لحارة النفير العام. يعني نحن هلا حاليا الله يكون بعون السيد الرئيس، نحن المعارك اللي مقدمين عليها بتكفي، مقدمين على معارك. ونحن بالنسبة لنا كشعب سوري كلنا بنعرف انه الشعب الله حاليا عايش على 12 دولار بالشهر، ورضيانين، وطالما انه الرئيس حاليا ضمن يعني الحرب قائمة لا محالة عنا، يعني والحرب ويمكن يصير نفير عام، فحاليا حرب واقتصاد ما راح يجتمعوا مع بعض. فنحن عنا استعداد ناكل من حشائش البرية، نشرب مية المستنقعات، نعمل كل شيء. عنا استعداد ناكل شيء طاهر أحسن ما ناكل فرنك مدنس من دولة قطر أو دولة ما يسموا حالهم خيمتين وجمل. يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم على بلد بتهين جرحاها. نحن مع السيد الرئيس، نحن مع السيدة الأولى.